يا سعادة البيه، أنا عايز أعرف أنا هنا ليه؟ أنا معاك في كل اللي أنت بتقوله ده، على العموم كلها نص ساعة ويوصل البيه وكيل النيابة. يا حضرة المأمور، أنا عاوز أعرف أنا مقبوض عليا ليه؟ أنا إيش عرفني؟ عدد الدوسيه بتاعك أهو، خد شوف بنفسك، إن فهمت حاجة بفهمك. فندم سيادتك، بس حلمك عليا شوية. أنت ليه مش مصدق إني معرفش عنك أي حاجة بالمرة؟ وإن الأوراق دي ما بتقولش عنك أي حاجة. خلاص يا فندم، اللي تشوفه ساعتك. متشكر جدا. دخلوا التخشيبة يا فندم. بلاش التخشيبة، أعرف الطرقة لحد ما يوصل البيه وكيل النيابة، وأول ما يوصل اعرضوا عليه فورا. مفيش خبر عن وكيل النيابة يا شويش؟ وكيل النيابة بعد نص الليل. ايوه بس انا هنا شويش من الساعة 12 الظهر. وعاوزني اعمل لك ايه؟ اجي سايرك واسليك؟ جعان؟ كوباية شاي وسجارة. ابعت اجيب لك اكل. كوباية شاي وسجارة. وما عملش اي محاولة للهرب طول الليل؟ ابدا يا فندم. ما كانش الحقيقة رفض ياكل و... وايه مالك؟ ابدا، بيتهيألي انه رفض ياكل عشان ما كانش معاه فلوس. بقاله قد ايه ما كلش تقريبا؟ النهارده يبقى 48 ساعه بالظبط. انت عارف هتعمل ايه كويس؟ ما يكونش عندك فكره يا فندم. طب بالسلامه انت، ربنا معاك. مع السلامه. انا قوم يا متهم، انت مطرشت ولا ايه؟ ايه في يا شويش؟ البي وكل النيابه وصل وعايزك. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة واحدة. انجر قدامي. تمام يا فندم، متهم. انت احمد العلايلي؟ احمد العلايلي مين بس يا بيه؟ يفرج عنه بكفالة 20 جنيه. شيل الكلبشات من ايديه عسكري. ايه مالك؟ افراج يا بيه. انت سمعك تقيل. بكفالة 20 جنيه؟ ما انت بتسمع اهو. منين؟ كفالة جاهزة يا بيه. انت مين؟ انا ابن خالته يا بيه. وهتدفع له الكفالة؟ ايه حكايتك؟ هتدفع له الكفالة ولا لا؟ يعني دي اول مره يا بيه، بس وشرفك هتكون اخر مره. انا عاوز اعرف انت ايه اللي شايف يا سعاده البيه. هو كل ما الواحد يكلمه عشان مصلحته يهب بالشكل ده؟ يا استاذ انت تحب ترجع السجن يا سعاده البيه؟ انا انت ايه يا اخي، فهمني ايه الحكايه؟ احنا طول عمرنا ناس محترمين، كافيين خيرنا شرنا، مفيش حد من العيله كلها دخل اسمه بوليس ولا عتبه برجليه. انت طالع لمين؟ قول لي. انا الله، انا مش ولادي اولى بالفلوس ديت؟ ولادك مش شغلي واكل عيشي اولى بوقتي اللي انت مش حاططني فيه وراك من اسم الاسم، وكل يوم بمشكله وكل يوم بحكايه. يا نهار اسود، تحب ترجع السجن تاني؟ لا لا انا لا 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 يا بيه. هتدفع له الكفاله؟ هدفعها بيه وامر لله. خد عسكري وخليه يدفع الكفالة. حاضر يا فندم.
اركب. لست عبده بيقول لك بالهنا والشفا يا محسن بيه. اسم الباقي مع لست عبده وسلم لي على المعلم. متشكرين يا سعاده البيه من يد من اعدامها. مع السلامه سعاده البيه. هنا ولازم تيجي من هنا عشان تصل العمارة التانية عطلان. في الباب وراك. رجعني السجن يا بيه، رجعني السجن. على الاقل انا في السجن انا عارف انا فين، انما هنا انا مش قلت لك انك في بيتك؟ في بيتي ازاي بس؟ ازاي؟ ازاي ده يبقى بيتي يا سعاده البيه؟ انا حاسس من ساعه ما نقلتوني من السيده عجيزه يا سعاده البيه. اعمل معروف فهمني ايه الحكايه؟ لاحسن انا كده هتجنن. مش هنا احسن؟ ايوه ما هنا احسن، بس يعني بس اعرف يعني اعرف ايه الحكايه. ولع لك سيجاره. طب بس اعرف يا سعاده البيه، اعرف يعني ليه ده كله؟ انت قلت للانجليز على حدود ليبيا ان اسمك ايه؟ شفت بقى؟ ايه مالك؟ ما انا كنت متاكد انك مش هتصدقني زيهم. مين اللي قالك؟ امال بتسالني ليه؟ بلاش اسال؟ ما انا قلت. وانا مخي دفتر؟ قلت لهم ان اسمي ليفكو. ايه؟ خلاص استبين. استبين على ايه؟ خلي اسمك من هنا ورايح ليفكو. ايه؟ الله، ايه بقى الحكايه دي بقى يعني؟ هنا في اوضه النوم هتلاقي بدله علشانك. هي مش جديده صحيح، انما احسن من اللي انت لابسها دي. مش عايز بدل.
بودي دي عند التنتورليه اللي تحت العماره، هو غالي شويه، بياخد 25 قرش في تنظيف البدله، انما بيرجعها زي الجديده بالظبط. مش هودي بدل عند التنتورليه. هتلاقي كمان اربع قمصان واربع غيارات واربع شرابات وكرافته. طبعا هتلاقي بجامتين عشان النوم وفوط عشان الوش. في الحمام بقى هتلاقي مكنه حلاقه والصابون ومعجون اسنان وفرشه. في المطبخ هتلاقي كل اللوازم الضروريه. انا عارف انك ما بتشربش قهوه، انما هتلاقي ربع رطل بن متحوج ومتوصي عليه. يا سعاده البيه يا سعاده البيه، بس افهم ايه الحكايه؟ دول 10 جنيه عشان تشتري سجاير وتتفسح تروح سينما تهيص يعني. الله اكبر الله اكبر. ايه في ايه تاني؟ وبوكيت ماني كمان. انا عارف انك تعبت الكام اسبوع اللي فاتوا دول، عشان كده عايزك تحلق دقنك وتاخد لك دش وترتاح شويه. خواجه ليفي. ليفي؟ ايه حكاية ليفي ده بقى؟ بكره الصبح الساعه 10 هكون عندك هنا. ايوه بس ايه حكاية ليفي كوهين دي يعني؟ اظن مش صعب عليك انك تقول للناس هنا نفس اللي انت قلته للانجليز على حدود ليبيا. طب ليه؟ كل الناس من النهارده من دلوقتي لازم تعرف ان اسمك ليفي كوهين. يا سعاده البيت، ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، شوف ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، انا اسمي رأفت الهجان. وانك يهودي وهربان من مصر والانجليز رجعوك من على الحدود. استبينا يعني؟ برضو يا سعاده البيت مش عايز تفهمني ايه الحكايه؟ انا قلت لك اني هقول لك كل حاجه في الوقت المناسب. وامتى بقى هيجي الوقت المناسب ده؟ كل ما التزمت باللي اتفقنا عليه الوقت ده هيقرب. ثم ان يعني بالنسبه لمساله الخروج دي ايه مالها؟ هيقول لي مالها؟ سعادتك اللي هتقول لي مالها برضه؟ ما انت عارف سعادتك. قصدك البوليس؟ طبعا يا بيه، دول يا بيه. لا ما تخافش، انت ممكن تخرج وتروح وتيجي وتتفسح زيك زي اي مواطن شريف. طب واذا يعني؟ ما تخافش، اوعى تخاف وثق فيا يا ليفي. هيقول لي ليفي تاني برضه؟ هيقول لي ليفي تاني؟ اشوفك بكره الصبح الساعه 10. طب ساعات البير اللفه بتاعتك ده غداك يا ليفي، انت ناسي انك ما اكلتش بقالك يومين؟ الله، طب وش عرفوا ده ان انا ما اكلتش بقالي يومين؟ تفتكر ممكن يكون في نتيجه يا محسن؟ ما اقدرش اقول لك يا ابو علي، انما احساسي بيقول ايوه. مش ملاحظ انك كنت قاسي معاه حبتين؟ مشكل مش في قسوتي، مشكله في تمرده. ازاي؟ المعلومات اللي جمعتها عنه غريبه جدا ومتناقضه جدا وكتيره جدا لدرجه تحير. ورغم كده في فتره معينه من حياته غامضه محدش يعرف عنها حاجة أبدا. المشكلة في الولد ده إن محدش يتصور إن شاب في سنه ممكن يكون عاش حياة زي اللي عاشها رأفت. مشكلة رأفت الهجان يا أبو علي إن الحياة قرصته فتمرد عليها. رأفت بقى متمرد على كل حاجة، على أي قيد، حتى لو كان القيد ده في مصلحته. يعني إيه؟ على سبيل المثال وانا جاي بيه من الزيتون لحد الشقه حسيت بيه في السكه يمكن 3-4 مرات زي ما يكون ايه؟ حرنان؟ ايوه بالظبط كده. واول ما دخلنا الشقه قال لي رجعني السجن تاني. انت عايز تلجمه؟ هي دي المشكله اللي هتقابل اي حد يشتغل مع رأفت الهجان، لازم يلجمه، لازم. والا تفتكر انه ممكن يوافق يروح اسرائيل؟ ولو يصدق معايا، لو ما يكذبش عليا كذبه واحده. انا مش عايزك تبني امال وبعدين يرفض. في 3 سنين في حياه رأفت الهجان ما حدش يعرف عنهم حاجه ابدا. لاحظ يا محسن ان رأفت شاب مصري ومسلم. كونك تقول له تعالى اوديك اسرائيل ازرعك هناك
وتعيش حياتهم وتصلي صلاتهم وتخش معابدهم وتعيش طقوسهم، ده شيء مش سهل ابدا. لو يصدق معايا، لو يقول لي كل حاجه ما يخبيش عني حاجه ابدا، تفتكر؟ ها؟ مش عارف يا حسن، مش عارف، ما اقدرش اقول لك دلوقتي. طب عارف مقاسي ازاي؟ كل الناس من النهارده، من دلوقتي، لازم تعرف ان اسمك ليفي كوهين. ليفي كوهين؟ ليفي كوهين؟ هو انا يعني هخسر اكتر من اللي خسرته؟ ها. سلامتك يا سعادة البيه. نمت الليلة؟ لا. ليه لا؟ أصلي بصراحة مش متعود على الأمان. ما تخلصت بقى بيه. خلصك من إيه؟ ما هو سعادتك اللي هتقولي. شوف يا ليفي. لا. هو ايه اللي لا؟ بصراحة بقى الحكاية دي مش داخلة دماغي خالص. حكاية ايه؟ حكاية اسعادة البي. اعمل معروف، اعمل معروف. هدي هدي اعصابك شوية. انا مش عاوز اهدى، انا مش عاوز اهدى، انا عاوز افهم. عايز تفهم ايه؟ يا محسن بيه، يا محسن بيه، الله لا يسيئك، الله لا يسيئك. ما تبقاش انت والزمن عليا، ده انا تعبت قوي. عارف؟ لا مش عارف، والله ما تعرف أي حاجة. انت ما تعرفش انا شفت ايه وتعذبت ازاي والدنيا لطمتني قد ايه. يا فندم، يا فندم، انا لسه ما كملت 26 سنة، لكن شفت اللي ما شافوش 10 رجالة، كل واحد فيهم عاش 100 سنة. ثم ايه؟ ثم ان حضرتك اكرمتني، خرجتني من السجن وجبت لي اكل واديتني فلوس، وانا بصراحه بقى عمري ما اتعودت اعض الايد اللي بتتمدلي، ولا حتى عمري عضيت الايد اللي بتضربني. وعلى فكره بقى محسن بيه، انا كان ممكن اهرب منك امبارح. تهرب؟ ايوه اهرب، اهرب. اه، واحنا واقفين في طريق مصر الجديده بالعربيه، كان ممكن افتح الباب واجري. مش كان ممكن، بس انا فكرت فعلا في الهرب. ما تبتسمليش قوي كده، يعني ما تبتسمش قوي، سعادتك لسه ما تعرفنيش. بلاش دي، ثلاثة بالله العظيم ثلاثة، أنا لو كنت جريت ما كان ممكن تحصلني حتى لو كان لك 10 رجلين. طب وما هربتش ليه؟ مش عارف، مش عارف، ولغاية دلوقتي مش عارف ليه. يا محسن بيه، يا محسن بيه، الله لا يسيئك، فهمني بقى إيه الحكاية. ما أنت هتفهم. إمتى هفهم؟ كله في وقته. إذا كان سعادتك عايز تعرف أي حاجة عن اليهود، أنا مستعد. أنا مش عايز منك دلوقتي غير حاجتين اتنين بس. إيه هما؟ أول حاجة إنك تطمن تماما. آه، يعني أتك على زرار كده يطمني؟ لا، إنك تثق فيا. أثق فيك يعني من باب للطاقة كده، ولا عشان خاطر غدا و10 جنيه؟ ليفي تاني؟ هي دي بقى الحاجة التانية اللي أنا عايزها منك. حاجة إيه؟ إنك تنسى حكاية رأفت الهجان دي نهائي. شفت بقى؟ ايه مالك؟ سعادتك طلبت مني الحقيقة، قلتها، وبرغم من كده ما انتش مصدقني. مين اللي قال؟ ما انت سعادتك لسه بتقولي انسى حكاية. يعني سعادتك مصدقني؟
بكل تأكيد. طب ليه؟ وليه ما صدقكش؟ لأنك زيك زي غيرك، زيك زي كل الكرة الأرضية، زيك زي بقية الناس. وأنا بعملك زي بقية الناس؟ طب ليه؟ وليه لأ؟ الملف بتاعي. أنهي ملف؟ المصايب اللي على دماغي، التهم اللي ضدي، الأسامي اللي ساعتك سمعتها، جوازات السفر. أيوة أيوة، مالها الحاجات دي كلها؟ إيه اللي مالها؟ هتعمل فيها إيه؟ وأعمل فيها إيه؟ يعني إيه ده بقى؟ أولاً أنت من النهاردة مالكش ملف نهائي. والتهم؟ ولا فيش تهم. محسن بإيه؟ أنت من النهاردة صاغ سليم. يا حلاوة. شوف يا ليفي، أنت من دلوقتي زيك زي أي مواطن شريف. الفرق بين الماضي وبين دلوقتي بس هو إنك بقيت ليفي كوهين، وأنت وشطارتك بقى. شطارتي؟ يعني عايزين نملى الملف الجديد. إذا كان كده أنا تحت أمر سعادتك، بس بشرط. إيه هو؟ إنك يعني سعادتك في يوم من الأيام تبقى تفهمني بس إيه الحكاية. أكيد هفهمك. ودلوقتي بقى سعادتك عاوز مني إيه بالظبط؟ أبدا، عايز أعرف حكايتك من أولها وبالتفصيل. هتصدقني؟ أصدقك. شوف يا سيدي، أنا اسمي رأفت علي سليمان الهجان. أبويا الله يرحمه هو الأستاذ علي سليمان الهجان، كان ناظر مدرسة النجاح الثانوية للبنين. مرات بابا الله يرحمها ماتت وسابت له اخواتي التلاتة، عادل وسليم ومحمود الهجان. كانوا صغيرين، اضطر والدي الله يرحمه انه يتجوز والدتي علشان تساعده في تربيته، وخلفني انا وشريف. شريف، شريفة اختي، هي الوحيدة الاصغر مني. شريفة دي اصلها اخر العنقود. انا كنت متدلع صحيح، لان والدي الله يرحمه كان بيحبني قوي، وكان بيوصي اخواتي عليا، خصوصا بعد ما ماتت والدتي. كان عندي 5 سنين وشريف اختي كان عندها 3 سنين. انا كنت متدلع صحيح، لكن ما كنتش فسدان. وبعد موت ماما بسنتين مات والدي الله يرحمه وسابني انا وشريف لاخواتي. يوم ما مات حسيت ان الدنيا بتدور لي وشها الوحش. وساعتك بقى ممكن تخمن ايه اللي حصل، لكن في الحقيقه الصدمة الأولى بالنسبة لي كانت لما خدت شهادة الابتدائية. في اليوم ده كان محكوم عليا بحاجات أنا مش فاهمها، وبدل إخواتي ما يفرحوا بنجاحي قعدوا إخواتي يتخانقوا علشاني. يا سليم، رافض جاب مجموع يدخلوا أي مدرسة سنة وبنص مصاريف وهو مرتاح. ده بيتهيألك. يبقى نحاول، وإذا فشلت المحاولة يبقى عملنا اللي علينا، وساعتها يبقى عندنا حجة إن إحنا دخلنا أخونا مدرسة الصنايع وما ضيعناش مستقبله. أفضل يا سيدي إنه خد مجانية كاملة مش نص مجانية حتى، تضمن منين إنه يحافظ عليها 5 سنين؟ وإحنا رحنا فين يا سليم؟ أنا مش فاهم أنت مهتم بالواد ده أوي كده ليه يا عادل؟ رافت أخونا يا محمود. أخوك أنت، إنما أنا لأ. وطي صوتك، الواد يسمعك حرام عليه. ما يسمع يا أخي، إحنا ناقصين وجع قلب. عيب يا سليم. ومش عيب على أبوك لما يروح يتجوز ويخلف بلوتين ويموت؟ أنت فاهم إن ما يدخل ثانوي معناها إيه؟ معناها يا سيدي إن إحنا هنصرف عليه 9 سنين، منهم 5 سنين ثانوي، وينجح ويخش التوجيهية، وبعدين يقول لك عايز أروح الجامعة. تقدر تقول له لا؟ مش هنقدر يا جماعه. ومين هيصرف عليه في الجامعه؟
ده غير اكله وشربه ولبسه ومين عارف ايه هيستجد تاني. ده لو نجح ولا سقطش ولا سنه. انتوا عايزين تضيعوا مستقبل اخوكم وتدخلوه مدرسه صنايع وساعتها يبقى سنتنا على كل لسان. انت مزعل نفسك كده ليه؟ بلاش يا سيدي، يخش مدرسه التجاره المتوسطه. ودخلت مدرسه التجاره المتوسطه وشفت الويل 4 سنين، ورغم كده ما سقطتش في ولا سنه. كنت بجيب الدرجات النهائيه في الانجليزي والفرنساوي وماسك الدفاتر. وعندك المدرسه، روح اكشف على الاوراق فيها. وسنه ما بقيت في الدبلوم اتجوز اخويا سليم. ما كانش في حد في الدنيا ممكن يستحمل اللي انا استحملته، وما كانش ممكن انجح وانا محرم عليا اخرج من باب اوضتي علشان اخش الحمام غير بعد ما اخبط على الباب واستاذن. ما كانش ممكن. والاول مره في حياتي عرفت معنى السقوط. وعدت السنه، وتاني سنه ليا في الدبلوم جوز اختي شريفه وهي سن 16 سنه للملازم محمد رفيق اللي بقى صاغ دلوقتي. ولقيت نفسي قدام اعاصير من الاهانات والتجريح، واحد بيقول لي في كل تصرف بعمله امشي اطلع بره، مع كل لقمه باكلها بالسم الهاري. حتى شريف اختي ما كنتش اقدر اشوفها، ولحد دلوقتي وقت ما انا عاوز، لان جوزها كان مصدق الكلام اللي بيقولوه عليا اخواتي. وفي يوم من الايام اخويا سليم طردني بوضوح، طردني من بيت ابويا. قال لي امشي اطلع بره. طب اروح فين؟ ما لقيتش قدامي غير بيت شريفه، وبصراحه كنت جعان وما كانش معايا ولا مليم. في اليوم ده اكتشفت ان مجرد زيارتي لشريفه غير مرغوب فيها. طب اروح فين؟ اكل منين؟ اشتغلت في السينما وطلعت في كام دور، يعني اقول فيهم كلمه ولا كلمتين. لكن بعد كام شهر حسيت اني منفعش. وفي يوم قريت اعلان عن وظيفه في شركه شيل، دخلت الاختبار ونجحت وتعينت في البحر الاحمر. وفي يوم نزلت اجازه، وقبل ما ارجع عديت على المركز الرئيسي، لقيت نفسي منقول للقاهره. ما كانش ممكن اقبل. قدمت استقالتي. طب ليه؟ ده انا ما صدقت اني ابعد عن مصر يا محسن بيه. وجودي في مصر كان عذاب بالنسبه لي. حتى شريف اختي ما كنتش اقدر اسال عليها ولا اطمن عليها في التليفون، لان حسيت ان جوزها بيستعر مني. وانا ما يهونش عليا ازعل شريف، وما يهونش عليا برضه ابقى جنبها ولا اسالش عليها. انت مصدقني يا محسن بيه؟ ايه اللي يخليني ما صدقكش؟ لان انا نفسي مش مصدق. كل ما اروح في حته يطلع لي فيها عفريت. ليه؟ واشمعنى انا؟ طب اروح فين؟ قول لي سعادتك انت يا محسن بيه، اروح فين؟